بداية الله وبركاته إخواني خوات، نتمنى إن شاء الله أن تكونوا بألف خير. معكم عبد المغربي، إحنا كنا في قصة العلاجين عبود الفقاري، يعني مشكلة دي الفقر ديال الظهر اللي تنزل عبود الغضروفي لأخذ خوض رسكوليوز SPR. اليوم معنا واحد حالة ممكن حالة كما كان عاجوا مع عبود الخوض مع عبود الفقاري، يعني عنده الضغط على الفقارة ديال عبود الفقاري، عنده فقرة كان تغطي على فقرة يعني في العبود الفقاري كامل، وكان ضربوا له العصبات ديالهم، العصبات ديالهم ضربوا له العصب الرئيسي مدة طويلة، هو كيعاني من المشكلة ديال 6 سنوات. فضل الله سبحانه وتعالى كنا من ناحية السونطر ديالنا هنا في مدينة طنجة دار المكنة، كنتواصل معاه على حساب العلاج، ودابا بدا معنا نزوم ديال العلاج ديالو، والحمد لله دوز معنا واحد الشكل ديال الخط الطويل الحمد لله، ولكن بجد كيسير. حنا غادي نقولوا دابا المدرب كيعاني من شحال من دواء كيعاني من المرض، ومن بعد ما تبع معنا في السونطر ديالنا في طنجة كيولا. السلام عليكم. عليكم السلام الله يعطيك العافية. الحمد لله الله يعطيك الخير. شوف الكاميرا وقول للناس دابا. سنقول لكم معكم خوكم عثمان مدينة طنجة حي بوغا صغيرة، خوكم 6 سنين هو كيعاني، ما خليت طبيب، ما خليت عشر، ما خليت فقير، ما خليت ساحة، نقولكم صراحة أنت هذا كامل راه غيعاني، سيدي لا ما خليتش هذا كامل، ما خليت طبيب، 6 سنين، ولكن كان بحالك يعني كنت هيك كنت صغار دابا هذاك، ملي خلاص كورونا عام وأنا تنقول لك صافي يعني كنت كنتسنى هي باش انت صافي فقدت الامل فقدت واحد النهار انا كان لعب التليفون وانت ناس طلعي وكنت هضرت مع الاخ قلت له طلعنا عنده سنه فهمتني وقال لي مرحبا وسبحان الله صدرني عندي ومرضي والدي الحمد لله الحمد لله جيتي لطنجه الحمد لله كنقول لك مرحبا الله يرحمك بالخير اخوان طنجاوي كامل اللي مريض يجي عند خويا علي انا ارتحت الحمد لله وليت كنلعب مع ولادي وليت كنخرج مع المرا ديالي الحمد لله رجعت شنقول لك انا نفضل واخا مقاعده ولكن الحمد لله المهم كنتمشى كنخرج كنجور كلشي كنمشي عند دراري القهوه اكوس مره ضايع اصاحبي الحمد لله الحمد لله جيت عنده تعامل معايا انا ما كانش عندي انا قوات اللي كنت وقوات جلس مع الناس اللي كنت قدام معاهم ما حلو شي فيا مع مرض الطبس ما بقيت كنسوى والو جيت عند خويا عدنان تعامل معايا الحمد لله ما تقاميش في الخلاص ولا تقول له زعما هذا ضروري لا والو خوتي الحمد لله انا كنقولها في الغايبه ديالو اقسم بالله شخصي الناس نقول لك اخويا تعاملتي معايا المعامله ما تعاملتي معايا حتى الناس اللي لا لا مرابي الدار استعنا الوليدة تقول لك يجي معايا كنوزو فهمتي هذا راه الحساب اش نقول لك اخي عاد صح انا كنت فقدت الامل صافي فقدت الامل صافي ما بقيتش صافي ما بقيتش كنخرج ما بقيتش كندخل صافي خصك تنوض خصك تربح حساب النوضة واخا هي تعمل حوايج كانوا كيبدلوهم يا اخي عاد اقسم بالله العادي ولا ما تقسي ليا يجي عندي الموغا وراه اللي شافني خدمت معاه بالخياطة نص كبير في طاجة انا عندنا ديما يشوفني عرف يقول لك هذيك الدرويش كانوا مريض بو كاين دابا شنقول لك الحمد لله حنا باقيين في التطوير ديال ولكن الحمد لله عزيزي كبير سمعنا بزاف تعلمتي معايا والله انا جات تاخذ دواء جات تعلمتي معايا ما شي فهمتي ابارتي معايا ابارتي سالك سبيرتي ابارتي معايا ابارتي معايا وفادر ربي كبير الله يرحمك فوزي مرحبا مدين شكرا بزاف الله قالت لي يا خويا خاطر كيما كتشوفوا هذا السيد راه 6 سنين وما كيعلم المرض ديال الاخت خوص دخلوا للانترنت قراوا المرض ديال الاخت خوص شوفوا الضغط على الفقرات فقرات على فقره وبدا بالعصب ديال اليوم ديال اليسار والعصب الرئيسي بفضل الله سبحانه وتعالى توصلنا لنا واحد المرحله ديال اللي ولا كيشكر الحمد لله واش دار حقرا لي الحمد لله الله يشافي جميع المسلمين والمسلمات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.